دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه. مساء الخير. مساء الخير كل مدمليس، سنه وانت وكل طيب. سنه وحضرتك طيبه ومصر كلها بخير والاخوه المسيحيين بخير. طبعا قول لي كم منفذ من اهلا رمضان موجودين بقى في فتحوا بالفعل في كل المحافظات؟ احنا ابتدينا يمكن من الاسبوع الاخير من ديسمبر، التكليف كان ان نبتدي في خلال شهر يناير كل المنافذ تفتح. نص المنافذ فتحت، عدد كبير من المحافظات خلصناها. اللي احنا كنا مركزين عليه في المرحله الاولى ان احنا ناخد المحافظات ايضا، اضمن ان انا اقسم من سلاسل الامداد، لان يعني يا فرحتي ان انا فتحت منفذ وفي سلع مخفضه والسلع خلصت. بس كان تركيزنا ان احنا الاحلال واليته، فركزنا على اسوان، على الاقصر، على البحر الاحمر، المحافظات البعيده اللي ابتدينا بيها في الاول، اتحركت تباعا نحو القاهره والدلتا. البيان طب امتى ال 200 منفذ، ال 200 منفذ كلهم هيكونوا شغالين؟ ان شاء الله هو التزمنا في خلال شهر يناير، ولكن استاذ علاء والخط بيقطع، بس اظبط مكان التليفون بعد اذنك. الساده المحافظين مع الساده رؤساء الغرف توافقوا على ان هنخلص قبل 15 يناير ان شاء الله. كام معلش الخط قطع؟ قبل يوم 15 يناير ان شاء الله. قبل يوم 15. طب بيان الاتحاد بيقول ان السلع اسعارها اقل من السوق 20 و30%، ازاي وصلتوا للخفض ده؟ يعني هل هنا التجار بيدوكوا باقل، بيخسروا في ربحهم ولا بيخسروا في يعني، ولا بتوفر ازاي؟ حلقات وسيطه ولا ايه بالظبط؟ حضرتك هو في قال ايه كده؟ طب معلش يا جماعه ممكن نتصل بيه تاني عشان انا مش سامعاه كويس. طيب هو البيان بتاع الاتحاد، وده انا هنا وقفت قدام كذا حاجه، بيتكلم على اولا بيتكلم على انه الافراجات عن البضائع ومدخلات الانتاج في المواني بلغت 6.8 مليار، الرقابه على الاسعار والزام المنتجين والبائعين بالاعلان عن اسعار السلع. وانا الحقيقه دكتور علاء سامعني؟ سامع حضرتك. ازاي قدرت تحقق ال 20-30% خفض؟ عملنا اليتين اساسيتين. الاليه الاولى القطاع الخاص المصري، المصانع المصريه، قدرنا ان احنا نوفر لهم مستلزمات الانتاج، قدروا ان هم يشتغلوا 3 ورديات، فبالتالي حمل المصاريف الثابته من اجور وغيرها على كم كبير جدا من الانتاج، فالسعر نزل. باخد منه السلعه مباشره من المصنع الى المنفذ. متجاوزا النقل المتكرر والتخزين المتكرر والارباح المتكرره لتاجر الجمله وتاجر نص الجمله. وبالتالي قدرنا ان احنا ننزل زياده بالاسعار، غير ان هو مقدم لنا الاسعار مخفضه. الاليه الاخيره، ودي يمكن سلعه معلمينها مختوم عليها ان دي لمبادره اهل رمضان ولا يجوز بيعها في المحال التجاريه العاديه، كل منتج توافق على سلعتين ثلاثه من السلع شائعه الاستخدام اللي بتمس المواطن البسيط. يعني مثلا في الزيت ركزنا على الزيت الخليط. دي هيبيعها يا بالتكلفه يا باقل من التكلفه بخساره. وهيحمل هذه الخساره على الاصناف الفاخره الاخرى اللي بتتباع، وبضر الطبقه المتوسطه ما انكرش، ولكن بحمي 70% من الطبقه الدنيا اللي موجوده في مصر. طيب ما انت بتضر الطبقه المتوسطه اللي هي حقيقي ما بقتش متوسطه، دي اتزحلقت خلاص. يعني ما انت عندك 70% مقابل 10%، فايهما تركزي عليه؟ يعني طب ده معناها ان هو الفرق هنا هو هيحمله على السلع بتاعته، يعني لبن او جبنه او اي حاجه هو هنا هيقدمه، يعني هيديني زيت، ادي مثال، هيديني الزيت الخليط اللي هو بيمس المواطن البسيط بسعر مخفض جدا، في مقابل ان زيت الذره، زيت عباد الاغلى كثيرا، مش هتفرق كتير ان هو يزيد نسبه صغيره. لا نسبة صغيرة قد ايه؟ ما هو نتيجته ان هو في الحاجات الحرة بقى اللي بره اهلا رمضان هيضطر يزود السعر. حضرتك ما تنسيش ان اهلا رمضان مفتوحة لكافة المواطنين، لو تبصي على الفيديوهات بتاعة معرض اهلا رمضان السنة اللي فاتت ستجدي جميع طبقات المجتمع بتدخل بتشتري منه. فهو متاح للطبقة المتوسطة، لطبقة الدنيا، وللاغنياء ايضا. طب سؤالي، في تقارير صحفيه وصلح لي لو كان ده مش دقيق، قالت انه وزاره التموين اتفقت معاكو على ومع التجار على ان يقدموا بضائع اقل جوده في منافذ اهلا رمضان. لا 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 علشان لا لا لا. تكون ده ارخص. ده سوء فهم للي اتقال. احنا قلناه السلع شائعه الاستخدام اللي بتمس المواطن البسيط،
هي دي اللي احنا مركزين عليها، وليس ان انا بقلل في الجوده، الجوده لا علاقه لها، هي نفس السلعه اللي بتتباع بره المنفذ هي اللي بتتباع جوه المنفذ. ولكن في المنفذ مختوم عليها ان دي اعلان رمضان وباسعار مخفضه ولا يجوز بيعها خارج المنافذ. لان برضو احنا دخلنا في مشكلتين، احنا عملنا برضو عشان نوسع الانتشار عملنا اتفاق مع السلاسل التجاريه انها هتعمل ركن ليه اهل رمضان هتبيع السلع المخفضه. اللي حصل ان في تجار تهافتوا بلا واري وابتدوا يحملوا هذه البضائع، لان بالنسبه له ارخص له من لما يشتريها من تاجر الجمله. فعملت لنا مشكله الاول، منعنا ان المواطن ياخد اكتر من وحدتين من كل سلعه عشان اوقف الحكايه دي. دلوقتي منعنا لواري، بقى في مفتشين موجودين وبنطلع التجار وبنركز على ان السلع دي موفره للمواطنين فقط. طب كلمني بقى عن الاسعار، يعني انا قاريه ان الرز من 14 ل 18 ده في البيان، السكر من 14، مكرونه 12 ونص، فول 27، يعني الاسعار دي طبعا اقل من اللي في الخارج. اقل باكثر من 20 ل 30% ما كانش اكثر، بس في نقطه في بعض البيانات اللي بتطلع للاسف ان يقول لي الرز المكرونه مثلا 5 جنيه، 5 جنيه دي العبوه 400 جرام. فدي برضو بتعمل لخبطه للمواطن، تفتكر ان هيلاقي كيلو المكرونه ب 5 جنيه. فالنقطه ان لابد من تحديد، لما بقول السعر اقول الوحده. فالوحدات اللي احنا لما بنطلع بيانات من عندنا بنتكلم على الكيلو. سواء الوحده بتباع بقى 400 جرام بعد كده بتتباع بنص كيلو، انما الاسعار اللي بنعلنها هي اسعار كيلو للسلعه نفسها. العدس بقى الاصفر انتوا كاتبين 34 جنيه، احنا كنا سامعين انه وصل ل 60 جنيه. لا يا فندم، كان وصل ل 60 جنيه لحد يوم السبت اللي فات، مش امبارح، مش النهارده، اللي قبليه. وقت ما بدات الافراجات كان وصل مركب عدس ومركب فول ومركب رز، طلعوا من الميناء في نفس اليوم الثلاث سلع دي اسعارها نزلت. الفول نزل 5000 جنيه الطن، العدس نزل 7000 جنيه الطن، لسبب بسيط جدا. مش ان السلع نزلت السوق، هي ما لحقتش تنزل السوق، انما اللي كان حاجب السلع على امل ان سعرها يزيد، لما لقى في سلعه داخله ابتدى ان هو يرمي اللي عنده في السوق، فابتدى يجر لي اسعار السوق لتحت. ويمكن دي اهميه منافس اهل رمضان، انتشارها على مستوى الجمهوريه بتضغط على السوق كله علشان ينزل السعر ويخلص اللي عنده. والمحل اللي جنب المنفذ رضى ام لم يرضى لازم ينزل بسعره. ويمكن المناشده اللي بناشدها للمواطن بغض النظر هو بيشتري منين، زي لما بينزل يشتري هدوم ويبص على محل واثنين وثلاثه ويقارن الاسعار ويمكن يرجع يشتري المحل الاولاني، وانت بتشتري حتى سلعك الغذائيه بص على ماركه واثنين وثلاثه في نفس المحل، بص على محل واثنين وثلاثه ويشتري الارخص، هتجبر سواء المستورد او المصنع ان ينزل بسعره، هتجبر المحل اللي بيبيع اغلى ان هو ينزل بسعره، ودي اليات السوق المهذبه المذكوره في الدستور. صحيح، لكن منافذ بقى، ما هو ممكن يكون المنافذ بعيده عن الناس خاصه في القرى والارياف حضرتك ما نسيناش اهالي القرى والنجوع، هناك مئات من المنافذ المتجوله اللي هتتنقل بين المحافظات. وحضرتك ما تنسيش ان السلع اللي احنا بننزلها في منافذ اهل رمضان بتنزل في منافذ وزاره التموين، سواء جماعات الاستهلاكيه او مشروع جمعيتي اللي موجودين في كل المحافظات، منافذ وزاره الدفاع، منافذ وزاره الداخليه، وزاره الزراعه، الى جانب منافذ اخرى بتقوم بيها وزاره التنميه المحليه. فاحنا حاولنا قد ما نقدر نبعد منافذ اهل رمضان عن المنافذ الاخرى عشان نوسع الانتشار ونقدر نغطي الجمهوريه بالكامل. طيب البيان ايضا بيقول، بيان الاتحاد بيتكلم على انه المصانع نتيجه الافراجات بدات تعمل بكامل طاقتها. هل كل المصانع بدات تعمل بكامل طاقتها؟ وانا هنا بتكلم على المصانع الغذائيه يعني. لا، احنا بنتكلم على الغذائي، يعني يمكن التركيز كان في الافراجات في المرحله اللي فاتت كان على الغذائي والدوائي، ده كان التركيز الاساسي، الى جانب ان غالبيه المصانع الاخرى تعمل بما يحفظ العماله الموجوده بيها. بما يحفظ العماله، فما اقدرش اقول انها بتعمل بكامل طاقتها. في الغذائي بكامل طاقتها. لان انا كان هدفي ان انا اقلل نسبه المصاريف الثابته من تكلفه اي سلعه، وبالتالي بخفض السعر. احنا سعينا كله كان زيادة العرض كما
وخفض الاسعار باي طريقه ممكنه، وده بيتكامل مع اللي الدوله بتقوم بيه. تمام. على جانب الطلب بقى ده قصه اخرى. لكن السحب السيوله 6.8 مليار دي نسبه الغذاء منها، نسبه المستلزمات المصانع الغذائيه منها كام دكتور علاء؟ الغذائي يمكن حوالي 1.8 مليار فيها، ده كان لحد يوم الخميس اللي فات. يوم الخميس تم الافراج بالكامل على كامل الزيوت الموجوده في التنكات الادبيه، وبالتالي المصانع عندها رصيد خامات يشغلها اكتر من شهرين، وبالتالي هنلاقي يمكن السوق هيغرق زيوت في الايام القادمه. طب كلمني بقى عن الاسعار في الفتره القادمه، يعني خفض سعر صرف الجنيه امام الدولار ده معناه ان التدبير العمله او حتى الافراجات هتكون على الاسعار الجديده، سواء افراج او تدبير ده هيكون على الاسعار الجديده، فده هياثر على السوق. متوقع الوضع ايه؟ الاجابه لا. اقول لحضرتك ليه؟ ليه؟ الافراجات التي تمت لحد يمكن الاسبوع اللي فات كانت محمله بكم كبير من الغرامات ومصاريف التأخير في المواني أكثر كثيرا من أثر تغير سعر الدولار. وبالتالي المتوقع أن الشحنات الجديدة اللي هتبتدي تدخل في الأسواق تكلفتها كجنيه مصري في الآخر ستكون أقل مما سبق. طيب يعني هو دلوقتي أنت لما كنت بتدبر له ب24 مثلا، كويس؟ بفرجله خلينا نقول الكلمة اللي بيتم الإفراج له. الافراج، ما انت هتدبر له بعدين، يعني انت هتقول له انا بضمنك في الافراج وبعدين هدبر لك مثلا واتيفر بعد شهر بعد شهرين، خلاص انا ضمنتك وهدبر لك بعد كده، هتدبر له على 27 على 28، ما في 3 جنيه فرق. ال 3 جنيه دي انا كنت دافع اكتر منها ارضيات وغرامات. ايوه بس هو برضه في 3 جنيه فرق. ما هو في ارضيات وغرامات وفي 3 جنيه فرق، دول هيوديهم هو فين؟ هيحملهم على السوق. يمكن احد الاليات برضو اللي ابتدينا نشتغل مع البنك المركزي فيها، وهي العوده مره اخرى الى مستندات التحصيل، ودي هتفرق معايا فرق كبير جدا انا النهارده. بس المهم الموردين يقبلوا يرجعوا تاني يدوا تسهيلات الموردين الست اشهر اللي كانوا بيدوها. انا النهارده المصاريف التمويليه حوالي 20%، يعني بنتكلم في الست اشهر 10% تكلفه اضافيه مجرد تمويل، لو انا فتحت اعتماد مقابل ان انا اجيب مستندات تحصيل. وبالتالي دي احد برضو الاليات التي طرحت واستجاب البنك المركزي واستجابت الدوله، ان نبتدي نرجع لهذه الاليه، لان دي هتساعدنا ننزل في الاسعار 10%. تمام، بس هتاخد وقت عشان ترجع طبعا، حضرتك عارف ان هو عشان ارجع المورد اللي مشي من عندي هياخد وقت يتحايل عليه يرجع تاني. المشكله اللي بنواجهها حاليا هي مش انه يرجع تاني، ان كان هناك مديونيات للشركات المصريه لم تسدد، والحمد لله زي ما في اولويه محطوطه للتعجيل بالافراج بالرواتب اللي موجوده في المواني، هناك ايضا اولويه للتعجيل بسداد جزء من هذه المديونيات عشان المورد يرجع تاني يورد بيه. يعني توقعك للاسعار، وانا هنا بسال خارج التموين، خارج اهلا رمضان، خارج المنافذ، توقعك للاسعار في الفتره المقبله في الربع الاول من العام؟ انت عارف ان اسعار بره في الفاو قالوا اسعار بتنخفض في كثير من الحاجات، معاك بقى سعر الصرف، معاك مجموعه من الحاجات، هل الاسعار هتزيد ولا هتستقر ولا هيحصل لها ايه؟ لا، متوقع ان هي تستقر. تستقر. كم انا النهارده التضخم الموجود عندي في مصر هذا بسبب نقص العرض وليس بسبب زيادة الطلب، ده سببه الأساسي. صحيح، وبسبب برضو سعر الصرف ما أكيد يعني تأثير. فأنا لما بزود العرض وبزود الإتاحة هخلق المنافسة، وبالتالي هوامش الأرباح اللي كانت بتحصل في المرحلة الماضية هتبتدي ترجع للوضع الطبيعي بتاعها، وممكن إن هي تتعادل إلى حد كبير مع زيادة سعر الصرف. نتمنى ذلك. شكرا دكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.